مكان الصعيدي، ودي هجمه لايمن حفني خطيره، وايضا محمد مجدي من الاسماعيلي ومحمود حمدي من الجيش وستانلي من وادي دجله. صفقات من نوع التقيل لنادي الزمالك هذا الموسم، وعدد كبير من الصفقات خطيره حلوه. علي جبر، علي جبر، علي جبر، مش ممكن الهدف الثالث. الله الله على الكره، الله الله على الهجمه، نموذج للهجمه المرتده، هجمه عنتريه بطلها علي جبر اللي عدى وراح وتقمص دور المهاجم ورقص وما طمعش، عمل العرضيه لباسم الحاسم يسجل الهدف الثالث لنادي الزمالك. ادي يا ولد ايمن حفني، امضاء ايمن حفني، مجهود علي جبر وما فيهاش تسلل اهو، لان علي جبر سابق حطها لباسم بحاسه الهداف. واجمل الاهداف من جمله حلوه حلوه، بقول لكم لعيبه الزمالك فايقين رايقين، بيلعبوا كوره حلوه من بدايه اللقاء، فيها سرعه فيها ضغط على الخصم، مختلفين تماما، يستحقوا الفوز حتى الان 3-0 لنادي الزمالك، هزيمه ثقيله حتى الان لاسماعيل العريق. وده صانع الهدف، نجم الهدف، المجهود الكبير، صاحب اللقطه بقى، خد اللقطه الاخيره باسم الحاسم، الهدف الثالث لنادي الزمالك في الدقيقه 25 من الشوط الثاني. وادي مجهود كبير، مجهود كبير من علي جبر، هو ده بقى القادمون من الخلف.